ذبان هاجمين على وزير متعب ليتوكس، دوكا يحكموهم كيف الفيران، طيارات من فوق وعسكر وطناد من تحت. فرنسا راهي امنا وهي اللي رباتنا واعطت لنا هذا الخير، لو كان ما فرنسا راهو الشر يقتل فينا. واش النجم نعملو حنايا؟ ابره ما نجموش نعملوها، ولا محراث ولا تركتور ولا موس. كونوا عاقلين، ما تتبعوش ما تاخذوش راي هذا الغالطين. فرنسا راهي دوله قويه وعندها جيش وعسكر، ردوا بالكم. لو كان كاش ما يزيد يصير لهنا، العسكر راهم يجيو ويقعدوا هنا في الدواور ويعمل فيكم الشي اللي حبوه هما.